أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: أهالي مضايا يحاصره الموت جوعا ومساعدات الإغاثة لن تدخل المدينة المنكوبة اليوم. تضامن لبناني مع المحاصرين في مضايا، اعتصامان على معبر المصنع ووسط بيروت. المعارضة تتصدى لمحاولات أسدية التقدم على محاور ريف درعا وجبهات ريف اللاذقية. مساء الخير. فيما يرزح أهالي مضايا تحت نير الموت جوعا ويواصلون إطلاق النداءات لإغاثتهم، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوافل المساعدات لن تدخل المدينة المحاصرة اليوم، فيما طالبت منظمات دولية بإخلاء طبي فوري للمرضى والجرحى من مضايا إلى مكان آمن لتلقي العلاج. تزايدت الدعوات الدولية إلى إخلاء طبي فوري للمرضى والجرحى في بلدة مضايا المحاصرة بريف دمشق إلى مكان آمن لتلقي العلاج، بعدما سجلت قوات النظام السوري والميليشيات المتعددة الجنسيات التابعة له نصرا بارزا على أجساد أطفال ومسني البلدة. منظمة أطباء بلا حدود طالبت بدخول فوري ومن دون أي عوائق للإمدادات الأساسية المطلوبة لإنقاذ حياة المدنيين فيها، مع التشديد على وجوب أن يكون هذا الدخول مستداما، لأن توزيعا واحدا لن يخفف من المشكلات في الأشهر المقبلة. طالب رحمة الله، لا إله إلا الله. شو عم تطبخوا؟ ماي، وأحيانا بيشحلوني شوية بهارات. شوفها ماي فوضي. احنا صرنا 6 ايام بالاكل، عايشين على المي. شوي تانية رح ناكل تراب ونسفه وما حدا علمان فينا غير رب العباد، ان شاء الله نقذونا. مصادر في الامم المتحده توقعت ان تدخل المساعدات خلال الساعات القليله المقبله الى مضايا، واكدت الامم المتحده التقارير التي اشارت الى مقتل اشخاص من اهالي البلده اثناء محاولاتهم الهرب من سجن الجوع الذي يقبع فيه نحو 42 الف نسمه. المرصد السوري لحقوق الإنسان حذر من أي تأخير في عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى مضايا، لافتا إلى أن العملية لن تنجز اليوم، وذلك لأسباب لوجستية تتعلق بتحضير قوافل الشاحنات. في المواقف دعت مصادر بارزة في الحكومة الألمانية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للضغط على النظام السوري لتأمين ممر إنساني لإدخال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين، مؤكدا أن منع وصول الأغذية والمساعدات يمثل خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2139. الخارجية الفرنسية نددت بشدة بالحصار الذي تتعرض له مضايا، داعية بدورها إلى رفع الحصار فورا وإدخال المساعدات العاجلة لكل المناطق المحاصرة في سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وتضامنا مع المحاصرين في مضايا، نظم اعتصام في المصنع على الحدود اللبنانية السورية بمشاركة مواطنين لبنانيين وسوريين. وفي بيروت اعتصم عدد من المتضامنين مع مضايا بدعوة من الجماعة الإسلامية، ورفع المعتصمون شعارات تندد بالحصار والتجويع الذي تتعرض له المدينة، وحملوا صورا تظهر نتائج المجاعة على الأطفال والمسنين، كما ألقيت كلمات تحدثت عن المساعدة التي جمعتها هيئة العلماء المسلمين لمساعدة الأهالي. هذا وقد تم تسليم رسالة إلى الصليب الأحمر طالب فيها المعتصمون بإدخال المساعدات فورا إلى المحاصرين. في المواقف أيضا طالب النائب مروان حميدي بنزع صفة المقاومة والنضال عن كل من يساهم في حصار مضايا أو يسكت عنه، وقال حميدي: ليخجل حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية والنظام السوري، بل فليخجل العالم ومفده ستيفان دو ميستورا مما يجري في المدينة. من جهته استنكر النائب عاطف مجدلاني الجريمة الحاصلة في مضايا سوريا، وقال: إن العبارة التي خطها رجال النظام السوري وحلفائه على جدران مضايا والتي تقول الجوع أو الركوع تختصر أخلاقيات هذا النظام ومن يدعمه، وهي تحتم تحويل النظام السوري وشركائه إلى المحكمة الدولية الناظرة في الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. ميدانيا تصدى مقاتلو المعارضة لمحاولات كتائب الأسد التقدم على محاور ريف درعا جنوبا، كما على جبهات ريف اللاذقية شمالا، فقتلوا العشرات وأسروا آخرين. في إطار حملة موسكو على الشعب السوري، نفذت المقاتلات الروسية سلسلة غارات على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ما أدى إلى وقوع القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.
واستهدفت كتائب الأسد بالمدفعية الثقيلة والقنابل العنقودية أحياء دوما وعربين وعين ترمى ودير العصافير وغيرها من بلدات ريف دمشق التي تسيطر عليها المعارضة. المعارضة ردت باستعادة السيطرة على نقاط في أطراف حي المنشي في درع البلد بعد أن استولت عليها قوات النظام لساعات، إلا أن الثوار تمكنوا من استعادة الأبنية بعد ساعات من معارك عنيفة وكبدوا قوات الأسد الكثير من الخسائر. وفي ريف اللاذقية شنت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء جوي روسي هجوما بريا على منطقة جبل تركمان بهدف السيطرة عليها، إلا أن الثوار أيضا أفشلوا هذه المحاولة وتمكنوا من قتل قائد عمليات قوات الأسد وأكثر من 12 شبيحا وأسروا آخرين. أما في الوسط فجددت كتائب الأسد قصفها بقذائف الهون والدبابات على منازل المدنيين في مدينتي تلبيسة والحولة في ريف حمص، وتزامن ذلك مع اشتباكات متقطعة بين المعارضة والشبيحة على جبهة ترمعلة. شمالا نفذت المقاتلات الروسية غارات على مناطق عدة في ريف حلب الشمالي الشرقي، في حين أغارت طائرات حربية سورية على مناطق في ريف حلب الشرقي، فيما استهدفت فصائل المعارضة بالرشاشات الثقيلة مناطق في بلدتي النبل والزهراء. وفي ريف حلب أيضا نفت مصادر قيادية في قوات سوريا الديمقراطية الأنباء التي نشرت عن وجود قوات أمريكية في منطقة سد تشرين ومشاركتها في السيطرة على السد الشهر الماضي، وأكدت أن القوات التي سيطرت على السد وعبرت نهر الفرات هي من المقاتلين الذين ينتمون لمكونات الشعب السوري كافة. طالب رئيس الائتلاف الوطني خالد خوجة الصين التي يزورها بلعب دور أكثر فاعلية من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا. وبعد لقائه وزير الخارجية الصينية وانغ يي أعلن خوجة أن بيجينغ حاولت الوقوف على مسافة متساوية من النظام والمعارضة السورية، كاشفا أنه بحث مع الجانب الصيني فرص إطلاق مرحلة جنيف 3 وإيجاد حل سياسي يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تشهد أزمة إنسانية ووقف القصف. وكشف خوجة أنه أطلع السلطات الصينية على سياسات موسكو المنحازة لجانب النظام واستمرارها بقصف المدنيين، فيما وعد وزير الخارجية الصينية بأن تبذل بلاده جهودا لتحقيق بناء الثقة في سوريا عبر مواصلة لقاءاتها مع النظام والمعارضة على حد سواء. توقع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ألا يؤثر الخلاف بين السعودية وإيران على مساعي حل الأزمة في سوريا، وخلال عرضه أمام الصحفيين للإنجازات الدبلوماسية التي حققتها الإدارة الأمريكية في العام 2015 أشار كيري إلى أن الأولوية حاليا هي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة السورية وللتخفيف من حدة تصعيد الحرب تمهيدا لتحقيق الانتقال السياسي. وأكد أن المفاوضات المقررة بين الحكومة والمعارضة السوريتين لا تزال في موعدها في 25 من الجاري في جنيف. وفي سوريا اليوم بعد الفاصل، الجيش العراقي يواصل تقدمه في قطاع الرمادي. في حديث شامل إلى مجلة الإيكونوميست البريطانية شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن المملكة لن تسمح باندلاع حرب مع إيران بعد التصعيد الأخير. وانتقد وزير الدفاع السعودي السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في الشرق الأوسط. أوضح ولي العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان أن بلاده لن تسمح باندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، وأضاف في تصريحات لمجلة إيكونوميست البريطانية أن نشوب حرب بين بلاده وإيران سيكون إذانا بكارثة، وأشار إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية كان محاولة من السعودية لمنع التصعيد الإيراني، وقال إن التصعيد الإيراني وصل إلى مستويات عالية ونحن نحاول بكل ما بوسعنا عدم التصعيد أكثر، نحن فقط نتعامل مع الإجراءات والخطوات التي اتخذت ضدنا. وانتقد وزير الدفاع السعودي السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في الشرق الأوسط قائلا إن على الولايات المتحدة أن تدرك أنها البلد رقم واحد في العالم وعليها أن تتصرف على هذا الأساس. وعن الإعدامات الأخيرة أبدى وزير الدفاع السعودي استغرابه للتظاهرات التي انطلقت في إيران ضد السعودية، وقال ما علاقة
اصبحت مواطن سعودي ارتكب جريمة في السعودية واصدر بحقه قرار من محكمة سعودية. ما علاقة ذلك بإيران؟ إن دل ذلك على شيء فهو يدل على حرص إيران على توسيع نفوذها في دول المنطقة. وشدد الأمير محمد على أن هذه الأحكام صدرت عن محكمة تتعلق بالإرهاب وقد مرت عبر 3 مستويات من الإجراءات القضائية. لقد كان لديهم الحق في توكيل محامين وكان محاموهم حاضرين في كل مراحل الإجراءات. كانت أبواب المحكمة مفتوحة أيضا لأي وسيلة إعلامية وللصحفيين وكل الإجراءات والنصوص القضائية نشرت للعلن. لم تأخذ المحكمة إطلاقا بأي تمييز بين الأشخاص سواء كان سنيا أو شيعيا، فهي تراجع الجريمة والإجراء والمحاكمة والحكم ثم تنفذ الحكم. وعن الوضع في اليمن قال وزير الدفاع السعودي إن الهدف الأول لعاصفة الحزم كان يتمثل في تعطيل القدرات الرئيسية للميليشيات الحوثية وهي القدرات الجوية وقدرات الدفاع الجوي وتدمير 90% من ترسانتها الصاروخية. ثم قمنا بعد ذلك في البدء بالعمل على إيجاد الحل السياسي في اليمن مشددا على أن الجهود منصبة على الدفع نحو إيجاد حل سياسي، لكن هذا الأمر لا يعني أننا سنسمح للميليشيات بالتوسع على الأرض. لذلك عليهم أن يدركوا أن كل يوم يمضي دون قيامهم بالسعي نحو الوصول إلى حل سياسي سيجعلهم يخسرون على الأرض. استدعت الخارجية التركية السفيرة الإيرانية لدى أنقرة احتجاجا على ربط وسائل إعلام إيرانية بين زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السعودية وأحكام الإعدام التي نفذتها الرياض. وأوضحت الخارجية التركية أنها طلبت إلى السفير الإيراني أن توقف بلاده بث الأخبار في وسائل إعلام تابعة للسلطات الإيرانية مطالبة بإنهاء ذلك النوع من الأخبار التي تهدف إلى خلق قناعة ضد الرئيس التركي لدى الشعب الإيراني الجار. كما أكدت أن الاعتداءات التي طاولت السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره. يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق الرمادي وحقق تقدما في هذا القطاع فيما تتجه الأنظار إلى نينوى تمهيدا لتحريرها من قبضة تنظيم داعش. أحرزت قوات جهاز مكافحة الإرهاب التابعة للجيش العراقي تقدما جديدا في معارك عنيفة استعادت خلالها ما تبقى من مناطق الرمادي. واقتحمت هذه القوات حي الملعب وسط المدينة وسيطرت على جامع الحق وحي الأندلس والجامع الكبير، واستكملت عمليات رفع العبوات الناسفة وفككت المتفجرات المزروعة. حاليا احنا نتقدم منها وهي حي الأندلس نتقدم عليها، بس تعرف معرقلات بالطرق، العبوات، اسناد طيران الجو، صقور الجو العراقية والطيران التحالف، والحمد لله والشكر متقدمين عليهم وما نتراجع إن شاء الله، والأنبار إن شاء الله رجعت لأهلها، والرمادي حاليا احنا مركز المدينة. وأعلنت قيادة عمليات الأنبار إحباط هجوم لتنظيم داعش بسيارة مفخخة على مقر لواء تابع للفرقة 10 في منطقة البعيثة شمال الرمادي، حيث فجرت القوات السيارة المفخخة بسائقها الانتحاري قبل وصولها قرب المقر. هذا وأكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي عقب اجتماعه برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد أن عمليات تحرير الأنبار مستمرة والعمليات القادمة تتجه نحو نينوى، جازما بأن الجانب الأمريكي سيستمر بدعم القوات العراقية لحين القضاء على تنظيم داعش في جميع مدن العراق. وأوضح دانفورد أن انتصارات الجيش العراقي الأخيرة جاءت نتيجة تحضيرات لأشهر عدة وأن العراق في الطريق السليم لبناء جيش وطني محترف وقوي. وفي شمال العراق قتل 17 مقاتلا من تنظيم داعش باشتباكات مع القوات التركية الموجودة في معسكر بعشيقة قرب مدينة الموصل. وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلين ينتمون لتنظيم داعش شنوا هجوما على المعسكر، فردت القوات التركية الموجودة في المعسكر على الهجوم ما أدى إلى وقوع القتلى في صفوف عناصر داعش. الآن جولة على أبرز ما تداولته الصحف البريطانية في شأن سوريا نتابعها في التقرير الآتي. كشف كيم سينغوبتا في صحيفة الاندبندنت محاولات قوى دولية التحالف مع طالبان ضد داعش،
مضيفا انه خلال الحرب ضد تنظيم الدولة فان روسيا ترغب في التحالف مع حركة طالبان وتسعى ايران الى الحصول على دعمهم كما يحاول الصينيون ذلك ايضا. ويوضح الكاتب ان السبب في رغبة روسيا التحالف مع مقاتلي طالبان هو ادراكها انهم افضل الاطراف على الاطلاق في امكان مواجهة مقاتلي داعش. وتشعر الصين ايضا بالاستنفار بسبب ارتباط التنظيم بحركة تحرير تركستان الشرقية التي تلقى تعاطفا كبيرا من الغالبية المسلمة من الويغور، في حين أن إيران تشعر بدورها بالخطر بسبب تزايد وجود مقاتلي داعش على حدودها الشرقية. اهتمت الديلي تيليغراف بمزاعم عن التحرش الجنسي في مدينة كولون الألمانية خلال ليلة رأس السنة، وكتبت عن تناقضات بين رواية الشرطة وما جاء في صحف محلية بخصوص المتهمين في التحرش، مشيرة إلى تقرير داخلي للشرطة وصف بأنه مسرب نشرته جريدة بيلد ومجلة ديرش بيجل. أوضح أن عناصر الشرطة اعتقلوا عددا من اللاجئين السوريين لبضع ساعات قبل إطلاقهم. وتقول الجريدة أن وزراء في حكومة ميركل نفى وجود أي دليل على تورط لاجئين في موجة التحرش التي شهدتها مدينة كولون، وهو ما يتناقض مع التقرير المسرب. وتؤكد الجريدة أن هذه الواقعة سيكون لها تبعات أكثر ثقلا على حكومة ميركل التي استغل معارضوها الملف سريعا ليوجهوا لها اللوم على تزايد جرائم السرقة والتحرش في كولون ومدن أخرى مثل شتوتغارت وفرانكفورت وهامبورغ. وفي سوريا اليوم بعد الفاصل، خاتون الدراما السورية تصور على إيقاع المدافع بريف دمشق. على إيقاع أصوات القذائف في ريف دمشق يستمر تصوير مسلسل خاتون الرمضاني بمشاركة فنانين لبنانيين تجاوزوا عقد الخوف من الحرب والموت ليكونوا جزءا من العمل الذي يحاكي حوادث من حقبة الانتداب الفرنسي. هي لقطات من مسلسل درامي، لكن أصوات القصف والقنابل القريبة ليست من سيناريو العمل. هنا في دمشق وعلى بعد كيلومتر واحد من المعارك في حي جوبر يصور العمل الدرامي السوري خاتون بمشاركة عدد من الممثلين اللبنانيين الذين تجاوزوا عقدة الخوف من الحرب والموت ليكونوا جزءا من هذا العمل. ترددت بالبداية، بعدين ما كان بدي كتير تقتنع لأنه أنا شجاع بهذه القصة، وجيت دور حلو وتجربة جديدة، قلت حرام روحها كرمال إشياء عم ضخمة عن الوضع أكثر من ما الواقع هو. أصوات القصف وانفجار القذائف تفرض توترا على الجو العام وتشتت تركيز الممثلين. لأنه أوقات بالمشهد ما كنا عم ركز عليه، كنا ناطر أول ما تنزل القذيفة، مثلا عم بسمع كنت صفيرتها هي ومارقة في شي خطر. هلا عم بقول هالشيء إذا أمي وبي حضروا مش هيخلوني أجي مرة تانية، ما تحسبون بس شيء بوجع، ما بتستاهل سوريا ابدا. الفنانون اللبنانيون مع زملائهم السوريين يحتاجون معا لمراجعه السيناريو حفاظا على مستوى العمل الدرامي، واحيانا نفثه من لفافه تبغ قد تزيل التوتر الناجم عن استمرار الاعمال الحربيه على مقربه من موقع التمثيل. الموضوع المادي هو موضوع كان كثير عادي بالنسبه لهم، الموضوع الاهم هو انه نكونوا موجودين بسوريا او لا. ماديا القصة مشيت بسلاسة، يعني لانه يعني هن عندهم كان هذا الحب انه هن يجوا ويصوروا. هلا بالتاكيد يمكن حكى مع ناس ما رضيوا، يعني الجرأة فيهم عندهم هي اهم الامور المادية اكيد. الأمل بمستقبل مشرق للدراما السورية يبعث على المثابرة من كل المعنيين، والجهود الحثيثة تحتاج دائما فترة استراحة. مسلسل خاتون يعرض لحوادث في حقبة الانتداب الفرنسي على سوريا، ويتحدث عن امرأة من عائلة دمشقية عريقة تقع في حب جندي فرنسي، والباقي في موسم رمضان المقبل. وفي آخر خبر ورد قبل قليل، أقلت طائرة إلى سوريا 174 راكبا هم الدفعة الأولى من السوريين 400 الموجودين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ مساء الخميس، والذين تعذر نقلهم إلى تركيا بعد قرار أنقرة بضرورة حصول السوريين على تأشيرة دخول مسبقة على أن ينقل الباقون مساء. والآن تذكير بعناوين النشرة. أهالي مضايا يحاصرهم الموت جوعا، ومساعدات الإغاثة لن تدخل المدينة المنكوبة اليوم.
تضامن لبناني مع المحاصرين في مضايع اعتصامان على معبر المصنع ووسط بيروت. المعارضة تتصدى لمحاولات أسدية تقدم على محاور ريف درعا وجبهات ريف اللاذقية. إلى هنا تنتهي النشرة، شكرا لإصائكم، إلى اللقاء إن شاء الله.